تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني وحييكم، السلام عليكم. واحد، غزة تقسم البرلمان الأسترالي. في أستراليا حزب العمال هو الذي يحكم النظام السياسي في أستراليا. حزب العمال مع إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، إنما رؤيته لحل الدولتين هو فقط شعار حل الدولتين زي أمريكا، إنما في الواقع ما بياخدش قرار في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ففي البرلمان الأسترالي حزب الخضر ومعاه مجموعة من المستقلين في مجلس الشيوخ الأسترالي قدموا مشروع قرار بأن أستراليا تعترف بأن فلسطين دولة مستقلة، أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن اللي حصل أن حزب العمال لم يؤيد ذلك، فقامت سيناتور في مجلس الشيوخ الأسترالي اسمها فاطمة بيمن، السيناتور فاطمة بيمن وقفت مع حزب الخضر ومع المستقلين وخرجت على رؤية أو قرار حزب العمال. والسيناتور فاطمة أيدت الرؤية اللي طرحها أو مشروع القرار اللي طرحه حزب الخضر والمستقلين بالاعتراف من قبل أستراليا بالدولة الفلسطينية. حزب العمال صارم جدا مع أعضائه اللي بيخرجوا على السياق، فرئيس الحكومة عمل عقوبات عليها وعلق وجودها في الحزب ومنع امتيازاتها اللي موجودة في حزب العمال ومنع من حضور اللجان وفعاليات كتير لحزب العمال، وعلى وشك ان هو يفصلها من حزب العمال في البرلمان الأسترالي لأنها خلفت حزب العمال وذهبت لتأييد حزب الخضر في اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية. وقال رئيس الحكومة الأسترالي دي موقفنا، إن أي حد بيختلف مع سياسات الحزب لازم يقف مع الحزب وما يخرجش على السياق حتى لو عنده رأي مختلف، وإن الفرد الواحد مش هيكون أبدا في أي وقت أكبر من المجموعة. لكن السيناتور فاطمة بتقول إن كان لازم آخد هذا الموقف علشان وجودي هنا هو من أجل هذه المبادئ، ولو هي موجودة علشان خاطر مجرد تكون سيناتور أو إن عائلتها تفرح إنها موجودة في مجلس الشيوخ الأسترالي فطبعا، أو إن جمهورها يكون سعيد بهذا الأمر وينتخبها من جديد، هي بتقول ده مش هدفها، ولا حتى هدفها إنها تكون أول محجبة موجودة، أول سيناتور ترتدي الحجاب داخل مجلس الشيوخ الأسترالي في تاريخه. هي مش أول مسلمة، كان في قبل كده نائبة اسمها آن كانت أول مسلمة موجودة في البرلمان الأسترالي، إنما هي أول مسلمة ترتدي الحجاب عضو في مجلس الشيوخ الفيدرالي الأسترالي، وهي عن ولاية أستراليا الغربية. فهي بتقول هي مش موجودة علشان فقط تكون تمثل فئة اللي هم المسلمين، أو إن شكلها كمحجبة تدي اعتبار للتنوع، فبتقول إن هي مش صورة جاية عشان تبين في تنوع في البرلمان الأسترالي، ومش منظر علشان يكون كل الموضوع إن يكون في سيدة مسلمة محجبة موجودة في البرلمان. بتقول إن مش دورها ده، علشان بس تكون مجرد صورة لمظاهر التنوع داخل البرلمان، إنما دورها أن تعبر عن المبادئ والقيم اللي عندها وعند مجتمع المسلمين في أستراليا وعند القانون الدولي الإنساني ككل. وعشان كده هي وقفت مع أن لابد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ورغم العقوبات اللي الحزب الحاكم عملها عليها إلا أنها لم تتراجع، بل ودعت الآخرين ياخدوا موقفها، وقالت أن هي لابد أن تعبر عن موقف المسلمين ومجتمع المسلمين في أستراليا ومجتمع الأخلاق عموما والإنسان عموما اللي بيدين الإبادة الجماعية اللي موجودة في غزة، ويطالب أن على الأقل نعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة. السيناتور فاطمة بيمن من أفغانستان لما وصلت حركة طالبان إلى السلطة عام 1996 والدها أخذها هي وأسرتها
وطلعوا كلهم على استراليا، عاشوا في استراليا. لكن كان بيقول لها ان وقت ما هتبقى افغانستان كويسه، وهنرجع افغانستان وهتدخلي انتخابات وهنتخبك هناك، وهو اللي زرع فيها حب السياسه. لكن ما توقعش انها في وقت من الاوقات انها فعلا تترشح وهتنتخب، لكن مش في البرلمان الافغاني وانما في البرلمان الاسترالي، وانها تكون عضو في مجلس الشيوخ عن ولايه استراليا الغربيه. قبل كده في نائبه متطرفه يمينيا وقفت في البرلمان الاسترالي ولبست حجاب وخلعته وهجمت الحجاب وهجمت زي المسلمات في استراليا. فردت عليها فاطمه لما اصبحت السناتور فاطمه بيمن هي عضو في مجلس الشيوخ، وقالت انه انا ما بنتقدش اي حد لابس صندل او شورت وماشي باي طريقه لابسها، وبالتالي لا يجوز ان احنا ننتقد ان في مسلمه ترتدي الحجاب في استراليا، وان دي حريه يجب احترامها زي ما في حريات اخرى بيتم احترامها، وان كلنا استراليين. لكن النقطه الذكيه جدا للسيناتور فاطمه بيمن، لما البعض بيقول ان هي مهاجره ولاجئه وجايه من افغانستان وما الى ذلك من كلام معتاد مع ذوي الاصول اللي هي جايين من بلد اخرى ما اتولدوش في هذا البلد، او الوالد او الوالده لم يولدوا في هذا البلد. فهي بتقول انه اذا كان الامر كذلك فالنائبه اللي هي يعني اهانت الزي الاسلامي داخل البرلمان الاسترالي هي كمان اهلها جايين من بره، لانه ببساطه كل اللي في استراليا جايين من بره وكلهم لاجئين وكلهم مهاجرين ما عدا السكان الاصليين. فردت جمله مهمه جدا السيناتور فاطمه بيمن، انه باستثناء السكان الاصليين نحن جميعا مهاجرين. يعني جمله ذهبيه جدا في الصراع السياسي او في الجدال السياسي، لما تقول ان هي لاجئه او بنت لاجئ فانتوا كلكم مهاجرين وكلكم لاجئين، وباستثناء السكان الاصليين فالكل جاء من خارج استراليا وجاء عبر البحار. انما اللي قالته واللي عملته السيناتور فاطمه بيمن عضو مجلس الشيوخ الاسترالي بشان الاعتراف بالدوله الفلسطينيه والضغط على حزب العمال الاسترالي والحكومه الاسترالية انها تعترف بالدوله الفلسطينيه وانها تخرج على الحزب والاجماع الحزبي والالتزام الحزبي وتقف مع حزب الخضر والمستقلين في مجلس الشيوخ علشان تدعم مشروع قرار يعترف بالدوله الفلسطينيه، ده شيء مهم للغايه وبيبين قد ايه نبل النائب او عضو مجلس الشيوخ لما يكون بيعبر فعلا عن قضايا ومبادئ، مش مجرد متواجد في السلطه او موجود للشهره او بيحتفي بنجاحه فقط في انه وصل تحت القبه. اللي طرحته هو اللي بيطرحه كل البشر اللي عندهم حس اخلاقي وقانوني في العالم، يجب الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. الحرب الاجراميه الاثمه على الشعب الفلسطيني في غزه، 9 شهور قرابه 40,000 شهيد، تدمير كل شيء تقريبا في غزه، ومع ذلك صمود بطولي للشعب الفلسطيني العظيم في مواجهه هذه الكارثه وهذه الاباده الجماعيه وهذه الحرب غير المسبوقه بهذا المستوى منذ الحرب العالميه الثانيه. موقف مصر كما عبر عنه الرئيس السيسي اكثر من مره أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة يجب أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل.